مرة واحدة ويجيب كل حاجة مرة واحدة. أنا شايفة إنه كده أحسن مليون مرة. يا ريت والله يا أختي. يلا بلا مش كده بدك يا سمير. والله يلا بقى اطلب بقى. طيب يا أخويا، أنا عايزة أسألك على الأخت دنيا والأخت إيمي. عارف مش إيه؟ إيمي. الأخت إيمي ما شاء الله منورين وملعلعين وزي الفل، وبحبهم، ببعت لهم تحية كبيرة جدا. حضرتك لسه بتعمل دلوقتي طبعا المسرح، واحنا عارفين يعني حضرتك دايما بتحب تجيب كاركترز بتغيرهم في المسرحيه. هل ده قائم لسه ولا هم فيكس؟ اللي يستحق. اللي يستحق. اللي يستحق. يعني كان عندي 2-3 كده راحوا طاروا، فاضل حاجه كده ربنا يهديها تجنن طبعا. ودلوقتي في بدل ايمي في بنت الفنان طلعت زكريا في المسرحيه، صح؟ اميمه. طب ايه سبب التغيير ده؟ لا ايمي مشغوله حبيبتي بقى. عشان خلاص بقى ابتدت تمثل، اشتغلت فلقيت حرام انها تيجي مصر اسكندريه. لا حرام. فطلعت حبيبي بالصدفه. انا عايزه اوريك حاجه. ايه سندوتش؟ ده بدي الليمونه. ايه؟ لا هي الليمونه يمكن عشان فكروني بحاجه. اول مسرحيه بديناها كان اسمها مطلوب ليمونه. كان اسمها مطلوب ليمونه. احنا لسه حطينا الاعلانات وهنروح نمثل، لقينا الاعلانات اتغطت كلها. يا نهار ابيض. لا ليه كده؟ والله. ورحنا بقى امن الدوله مش احنا مش واخدين بالنا. ايه انت قصدك ايه مطلوب ليمونه؟ يعني مطلوب ليمونه في بلد قرفانه؟ لا احنا لا والله ولا احنا قصدنا كده. لا فالاسم اتغير والرايه اتغيرت ده زمان. فشوفنا حاجات ظريفه قوي. الليمونه يا بنات. اوبا. الناس النهارده كانت مبسوطه، سمعونا احلى سقفه واحلى زغروطه. نورتنا يا فطوطه. ميرسي يا قمر يا نجمه ميه مسا وكل مسا. ربنا يخليك، نورتنا. مشاهدينا هنروح فاصل نرجع لكم مره ثانيه. بيكم من جديد. بتحب وعلى حبيبتك قلقان شوية؟ مع حبيبك مش بتحس بالحنية، وانتي مع خطيبك محتاجة ملغية؟ مع الدكتورة سهاد هتلاقوا حل لكل المشاكل العاطفية. مساء ليكي، مساء كل حب وسعادة ورومانسية وقلوب بتخاف على بعض وبتحب بعض وبتعشق بعض وفي عشره كده بينهم وبين بعض. اهلا وسهلا. منورانا يا دكتوره سهاد. مبدئيا كده عندنا اسئله كتيره جدا المشاهدين حابين يسالوها لك. يا سلام، تحت امرك وتحت امر كل المشاهدين بكل الحب وبكل الامل وبكل السعاده. انا هفضل متواجده معاكي على مدار الساعه. اهلا وسهلا. اول مشكله معانا انه في رحاب عندها خطيبها محسن طول الوقت بتهرب منها. هقولها وهتفضل صابره لحد امتى؟ لازم تحسم الموضوع. اللي بيحب بجد ما بيتهربش من حبيبته بحجج ملهاش اي لازمه. طب يا ترى بقى قولي لي بقى يا دكتوره سهاد، في هذه الحاله هي تروح لمحسن وتقول له ايه؟ تقول له اللي هي حاسه بيه. تقول له حرام عليك، بقالي 7 سنين مستنيه منك تاخد خطوه وانت مطنش. ليه تطنش؟ ليه؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليك تطنش. العمر ده كله بيجري وانا قاعده مستنياك ومستنياك ومستنياك. انت عارف انا رفضت كام عريس علشانك؟ عارف قد ايه؟ عارف قد ايه بتقطع من جوايا وانا بكذب على نفسي وعلى اهلي كل يوم والتاني وانا بخرج عشان اقابلك انت وبس ومفيش حد غيرك؟ لحد امتى هتفضل كده؟ ها؟ قول لي هتفضل لحد امتى كده؟ ها؟ يا مدام هربتين انا من نظرات امي وابويا واخواتي، هما شايفيني بكبر قدامهم، عماله بكبر في السن وبكبر في السن ولسه ما اتجوزتش. حرام عليك بقى، حرام عليك. انت لو بتحبني بجد تقول لي دلوقتي هتيجي تقابل بابا امي امتى؟ انا تعبت يا اخي. في ايه؟ كفايه بقى اللي انت بتعمله فيا ده، بجد انا تعبت.
يا مدام شهاب. ثانية واحدة يا دكتورة، يا دكتورة في لبس كبير جدا، حضرتك بتتكلمي عن موضوع مختلف تماما. 7 سنين ايه؟ احنا بنتكلم عن رحاب ومحسن، هما مفيش خالص الكلام اللي بتقوليه ده. انا قصرت معاك في حاجة يا اخي، حرام عليك، فهمني بتعاقبني على ايه؟ على العشرة ولا على السنين ولا على الايام والحنين اللي قضيناه مع بعض؟ انا ما عملتش فيك حاجة وحشة، ما بخلتش عليك لا بمشاعري ولا باهتمامي، وديتك اكتر من اللي بتحلم بيه. انت مستحلي الحكاية ولا ايه؟ ومش عاوز تاخد اي خطوة ليه؟ بتثبت لي ايه؟ عشان ايه واللي انت عايز تثبته؟ انا حاولت كتير ان انا ارضيك بس انت مش راضي، انا شاريك لكن انت مش شاريني، حرام عليك. يا استاذة، يا دكتورة، يا هانم، يا ست الكل، حضرتك بتتكلمي عن مين؟ احنا بنتكلم عن محسن ورحاب. 7 سنين بحالهم يا اخي، واقفة جنبك على الحلوة وعلى المرة، وعمري ما ضغطت عليك يوم واحد، دايما سكتالك سكتالك سكتالك، وصحباتي حذروني منك، وعمري ما صدقت حتى كلمة منهم واحدة. اللي تقولي ده بيضحك عليكي، واللي تقولي ده بيتسلى، واللي تقولي ما تضيعش عمرك معاه على الفاضي، وانا بسمع من هنا وافوت من هنا وكاني ما سمعتش اي حاجه. الكلام ده مش سهل عليا ان انا اسمعه كل يوم والتاني وانا بسمع، كل يوم والتاني وانا بتعذب قدام اهلي وقدام نفسي. ليه سايبني بالعذاب ده يا احمد؟ ليه؟ احمد مين؟ احمد مين يا دكتوره؟ يا دكتوره، يا دكتوره، انت مين؟ احمد مين؟ احمد دخلتي احمد منين؟ لحد امتى يا احمد حنم وانا حد نظرتك وصبر نفسي وقولي نفسي بكره هيجي يخطبني؟ طب بعده، طب بعده، وبعده، وبعده، ويوم بيجر يوم، وشهر بيجر شهر، وسنه بتجر سنه. 7 سنين بحالهم، وانا عامله لك خد مداس، عمال تدوس عليه كل يوم والتاني اكتر من اللي قبليه، لغايه ما بقيت بالنسبه لك حق مكتسب من غير لا مسؤوليه ولا بيت ولا عيال ولا اي حاجه. قولي انت عملت ايه علشان؟ انا اللي بعمل لك كل حاجه، كل حاجه. قولي بتعمل لي ايه؟ اي حاجه تخليني استحمل اللي انت بتعمله لي ده كله. انت اتكلم، حرام عليك بقى، حرام عليك، قول. يا دكتورة، يا دكتورة، انت شكلك بتكلمي عن مشكلتك الشخصية مع احمد وبالناشد احمد. بقول له يا احمد ما ينفعش اللي انت عامله في الدكتورة ده، ما ينفعش. ايه رأيكم في الدكتورة سمان؟ كده فاجئتنا بالباروكة. ومشاهدينا للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا للنهاردة، هتوحشوني جدا جدا جدا، اشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله. باي باي.